عين هازارد لغاية الآن ما ترك، لكن ممكن هنا التسديدة. الله، هنا التسديدة وهنا البصمة اللي يتركها بالفعل الكبير هازارد، يعمل له وحدة قوية من زمنه الجميل، يتقدم لريال مدريد. هذا هو هازارد الاعتيادي، يتقدم ويسدد لك كرة قوية لا تصد ولا ترد. عرضية ممتازة، عودي جابا، خطيرة ناتشو، ضربة جزاء خطيرة، ناتشو ضربة جزاء لريال مدريد. ما الذي جاء بك إلى هنا يا ناتشو؟ إيدن وسمير وجول. إيدن هازارد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل للريال ويعقد من أمور الإنتر، لأن فوز الريال يخليه بسبعة ويخلي الإنتر في المؤخرة بنقطتين فقط. هدف أسينسيو مرة ثانية، أسينسيو، بنزيما رجع للخلف، توني كروس والتسديدة جول. توني كروس والتسديدة جول، هدف التعديل بنيران صديقة تباغة الحارس بونو، ويأتي هدف التعديل للريال. هدف التعديل للريال ونقطة مهمة جدا بالنسبة للريال. نعم، مهمة جدا بالنسبة للريال عندما يتعادل بهكذا الشكل، يلتعب بالبارسا. من فترات الانتصار، كرة حلوة، تسلم فماش، خلصها المرنجي بإيدن هازارد، الفرنسي والبلجيكي والبرازيلي للمولتي ناسيونال العالمي لمتعدد الجنسيات، مرنجي العالمي ينتصر في شوط بثلاثة، خسارة السوبر وانكسار وفضيحة.